استمر ابتعدي. اترك ملابسي ولا قطعتها. يفضل. ما هذا الكلام؟ أنت المثقف صاحب الأهداف الإنسانية والمواقف الأخلاقية تقول هذا؟ تزوجت زميلتي التي كانت تحبني، أو تزوجت جارتي البديلة التي كانت تنتظرني كل يوم عند باب بيتها. ما زوجها؟ ولو تزوجت زوجتي رئيس أمريكا لكنت الآن رئيس أقوى دولة في العالم. الزملاء في الصحيفة يضعون ساقا على ساق ويتكلمون عن المشاريع والمال والسفر والأطفال، وأنا أقضي كل وقت في متابعة القضايا الكبرى. أنظر لهم فتأكلني الحسرة والغيرة. لك أفكار معوقة كئيبة. مرة تكتب عن لافهة التي أكلت ملايين، لافهة التي أكلت ملايين. تتركني شهورا أحضن المخدة وحدي. لابد أن يكون الإنسان عطوفا ويقدر معاناة الآخرين. برافو. دائما تسخر معنى الحياة. سؤال يتردد في ذهني دائما، لماذا أنا هنا ومع من؟ هل العلاقة الزوجية مجرد رغبة وتنتهي، أم حياة ومستقبل ومشاعر مشتركة؟ أنا صحفي وقلمي صادق، انتظر اقتناص كلمات تصل بسرعة. قلبي أصدق. منذ أن كنا نعمل معا في الصحيفة وحتى الآن دائما أحس أني كيان غريب، ليس هناك صفات مشتركة تجمعنا. تعيشين في حالة غيبوبة وشلل فكري، لا ترين الأشياء كما هي، ما عاد الجهل مصدر حياء. هنا يوجد كل شيء، المعرفة، الحب، التجربة الإنسانية، كلها مختصرة في هذه الأوراق، لكننا لم نتعلم منها شيئا. أنا مهزوم، أو ربما هو شعور بالانكسار، لكني أرفض الاعتراف بهذا. عندما كنت صغيرة كنت أظن أن الرجل لا تسكن رأسه إلا امرأة واحدة، واليوم تأكدت أن ظني غبي، فرؤوس الرجال تتسع لكل نساء الأرض. المرأة كذلك؟ في رأس المرأة يسكن الرجل واحد، لأن هذا الرأس مصمم لسكن المنتصرين. لا أريد انتصارا ساحقا، ولكني أرضى حتى بالهزيمة، شرط أن تكون هزيمة منتصبة القامة، لأن النسيان صار فرضا وشرطا للحياة الزوجية. الرجل لا يذكر إلا نفسه وماذا يريد فقط. أريد أن أعيش مثل جميع النساء. أين وعود عادية؟ أنت إرهابية، أنت إرهابية، تبحثين عن الثراء السريع. سأخبر عنك هيئة الإرهاب الدولية. زوجتي إرهابية، زوجتي إرهابية. مخطئ من يبحث عن إرهاب في قوة مدفع أو مسدس. هناك إرهاب يختال الحب ومشاعر الأنثى كل يوم. هناك رجال يعيشون أحرارا ومن ورائهم نساء شبه أموات وأطفال شبه أيتام. أين هي هيئة الإرهاب الدولية لتسمعني؟ يوجد إرهابيون كاذبون مخادعون في بيوتهم مع أصدقائهم وأبنائهم، فما عاد الإرهاب لون أحمر ولا هو اختيار برصاصة أو طعنة السكين. لماذا أنت معي في هذا المكان؟ في مشاعر اتجاهك من الحديث معك. ماذا استفدت من هذه الكلمات وهذه الأوراق؟ وهم كبير. وقفت إلى جانبك. لم أبخل عليك بشيء. لخلي. تقسمين الإنسان. لا أريدك. لا أريدك. لا أريدك. دقائق هي كل ما سمح به الوقت لرؤيا. أخاف عليه. أخفيه بحرص مخيل في أذني. من الصراخ هنا في صدري، ألم عانيته منذ معرفتي بك. أحتاج إلى مساندة حتى أجتاز هذه الزنزانة. لم أفعل شيء. الجواب نفسه لكل من وضع في هذا المكان. أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة، أسئلة كأنها نبال ملموسة في ظهري. ليس لي أحد غيرك. ألا يكفي ما قدمته لك من سنين عمري الضائع؟ أريد حريتي. للحرية أجنحة لا أحد يمنعها من الطيران. ماذا فعلت؟ لم أفعل شيء. وقدمته لك لم تقدمه أي امرأة لزوجها. كنت سندا لك في مسيرة حياتك المتقلبة، ومن نجاحك لا يصيبني إلا الوقوف في الظل. حاولت كثيرا أن تشاركيني في كل شيء، في كل أفكاري ومشاريعي، وحين فشلت لم أنساك لها. دائما أعلن امتناني لشريكة حياتي. لو تستبدل هذه المفردة بخادمتي لا
لما اختلف الدور ولا اختلف المعنى. ارحموني، خلصوا، الله يخليكم. انت كما كنت دائما، لا تقتنع بشيء. كنت اريد حياه واضحه الملامح، بلا خوف بلا قلق. لما انت هنا؟ هذا عمل. عمل شريكنا الذي يتقاسم معنا كل صغيره وكبيره منذ 14 عاما. هذا الشريك قاسيت معه كثيرا. لست منصفه. كل ما افعله لاجلك، حتى اتي بكل ما تحتاجينه من ثياب و... لا تصرف علي ولا تهتم بي. لماذا اتحملك؟ انت انسان مدبلج، صوتك لا يشبه شكلك، مزيف في كل شيء حتى في مشاعرك. انظر اليك، ما الذي كسبته؟ انا ضحيت لاجلك. اين شبابي؟ اين امومتي؟ انت من فرط بها. عباراتك كنت لا افهمها، لكني فجاه وجدت حلا لتلك الرموز. وجدت بقايا رسائل حاولت انت التخلص منها، رسائل فيها عواطف متأججة. الرساله ربطتها بالهاتف الذي كان يرن 3 مرات، هذا الذي اخذ الشهر. الان اقتنصت صوتها حين تسرعت وذكرت اسمك، عندما وضعت السماعه على اذني ولم انطق بكلمه واحده. كنت محمومه ومنفعله، لم تميزي. دفاعك ضعيف ولا يمكن ان يكون سلاحا تهزم به. ما سمعته ورايته بين اوراقك لما واجهت طهرك، صعدت لاعلى السلم، صعدت وراءك وبطيشك وعصبيتك التي لا ترحم دفعت من اعلى السلم دون ان تراعي وضعي. فقطع الجنين في احشائي وفشلت كل محاولاتك للانجاب مره ثانيه حتى هذه اللحظه. هل الحب شيء عادي؟ اهو زله قدم او نوبه جنون؟ انه حمه مرتفعه السخونه. كل ليلة أنتظرك وأنت في أحضان الأخرى، كل ليلة أنتظر نصيبي منك. مثل استسلام مهزوم أيام الحرب، يقف في صف توزيع المعونات متقبلا ما يرمى إليه من معونة بصمت. لك موهبة كبيرة بالتنقل من منصة الاتهام إلى منصة الدفاع. الخيانة لعنة والصدق لعنة. سأقف في الريح كعود قصب عارية إلا من حقيقتي. إخلاصي جبل لا أحد يستطيع نهشه. كيف تدوم قصص الحب والزواج؟ كيف تدوم الحكايات؟ الحب خدعة مثل الحرب، لا تنتظر منه شيئا سوى التنازلات والألم والنار. صار حاجزا بيننا منذ أن دخلت تلك المرأة حياتنا. طالما بقيت في الفراش منتظرا أن تشعر بي، أن تأتي بي. على المقعد الخلفي للسيارة كان هناك مسدس منسي. كانت مع آخر، رأيته معها عدة مرات. ومرة جاري هو نفس الرجل. كلامها صار لا يخطرني. المرة الأولى عرفت معه. اسفل إن أركض بجنون ربطوا ساقيه واطلقوا عليه خطة سوداء مرعبة. وصرت أمامي محموما كالسجن. لم يكن لي مكان آخر وألجأ إليه. حضنتني. يدك كانت ترتعش كأنها قيد حان. لأول مرة أحسست أنك معي بصدق. في صدري أحفيت وجهك حتى لا أعرف أنك كعادتك القديمة تلجأ إلي وقت الحاجة. لماذا قتلتها؟ كانت خائنة. أنت خائن. موته رصاصة رحمة لي. لماذا لم تقتلها؟ أحببتها. كانت جسد. حتى خداعها كان يرضيني. لكنها شدت تفكيري وأعادت برمجة خيالي، جعلتني مهزوز. كلك دم، وحدي الآن عارية من كل دم. أنت زوجتي، وثيقة حماية غير سارية المفعول، صف بلا رصيد، أو ظلا باردا في نهار مشمس، أو خيمة وأهديه مطر. أنت أهم الأخبار والكتب والصفحات، أنت الكلمات والنقاط والحروف.